السلام عليكم. اليوم راني متواجد امام المقر المدرسه العليا للقضاء، واللي هو في الحقيقه منشاه رائعه جدا، ويعني مخدومه بطريقه حضاريه يعني ملفته للانتباه. لكن للاسف حراس المعبد ما خلونيش ندخل بها نصور، رغم ان المنشاه هي مجرد مدرسه ماشي ساكنة ولا مقر الأمن، ولا مجرد مدرسة يدخل فيها الناس ويقدرين يصوروا منها، وكان عمارات من قبيلة يقدر الإنسان يطلع في العمارة ويصور كما يحب. لكن الغباء هو الصفة بتاع المسؤولين في على جميع الأصعدة، ومن عوني قالوا لي ما لازمش تما ممنوع التصوير. إذا خذيت صور من الخارج وحاولت كالعادة ندخل الكاميرا على السياج وخذيت هذه الصور، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.